بخصوص المحكمة الاتحادية، نعم فاليوم المحكمة الاتحادية محكمة اتحادية محايدة، لا تصدر شيء اذا لم يكن دستوري. فانا اعتقد ان الكل يعلم ان الماده 64 ان البرلمان يحل نفسه بنفسه بالطريقتين التي اشرت انت اليها. بالتأكيد فانا اعتقد لا يستطيع اليوم، لا يستطيع الاطار مثلا ثلثين عدده يقدم لحل البرلمان، ولكن من اين تجي الاغلبيه المطلقه للموافقه اذا ما علمنا ان الاغلبيه في مجلس النواب لا يريدون حل نفسهم وباقين في المشهد السياسي ومع كتلهم. فأنا أعتقد أن هذا الموضوع محكمة الاتحادية فأكيد سيسلم له الإطار وتسلم عليه تسلم له كل الكتل السياسية، والقادم من الأيام ننتظره. اليوم لا يستطيع اليوم لا في التحليل السياسي ولا في الرؤية السياسية، لا يستطيع اليوم واحد يصل إلى يوم 26. كل الوقائع تقول أن التحالف الثلاثي قد شد الحزام كما يقول العراقيون، نعم إلى ترشيح رئيس الجمهورية ريبار أحمد، وهناك من يقول لا، الإطار يعني وضع الثلث الضامن، فالكل يقول أنا فلننتظر جلسة يوم 26، وهذه الأربع أيام أعتقد سوف تجد طيب جزءا من الحلول.